سمارت ستيب بريب 3 فرست ترم. يونت 1 Egyptian Nobel Prize Holders Part 1 المصريون الحائزون على جائزة نوبل الجزء الأول. Vocabulary أول جزء من الدرس بتاعنا النهاردة هتكلم عن الكلمات الجديدة. President رئيس President Award جائزة. Peace سلام Treaty معاهدة. الجزء اللي بعد كده من الدرس بتاعنا هتكلم عن language notes الوصفية. هتكلم على مجموعة من الأفعال والفرق ما بينهم. Number 1 He won the cup for his excellent painting. هو فاز بالكاس لرسوماته الممتازة. عندي verb win بمعنى يفوز التصريف التاني بتاعه بس simple won بس participle won. win بمعنى يفوز وبفوز بجائزة مادية سواء بقى كاس أو شهادة تقدير أو نقود. المهم ان انا بيكون عندي حاجة مادية بمسكها في ايدي ودي اللي انا فزت بيها. Number 2 He is a famous doctor and earns a lot of money. هو طبيب مشهور وبيكسب فلوس كتير. verb earn بمعنى يكسب وهكسب نقود او هكسب حاجة نتيجة جهد او عمل انا قمت بيه. example number 3 Our teacher gained our love. المدرس بتاعنا حصل على حبنا او استحق حبنا. gain بمعنى يحصل على فعل منتظم regular verb gain gained gained. وهنا بيحصل على مشاعر او شيء معنوي شيء مش بقدر ان انا المسه. يبقى انا عندي وين بمعنى يفوز ده في حاجه ماديه ارن بكسب فلوس او بكسب شيء نتيجه جهد او عرق. وجين بمعنى ان انا بحصل على شيء او بكسب شيء بس الشيء ده معنوي. نمبر 4 اور ارمي بيت ذا انيميز ان اكتوبر وور. الجيش بتاعنا غلب اسرائيل او هزم اسرائيل في حرب اكتوبر. طبعا كلمه بيت بمعنى يغلب هغلب حد يا اما في حرب يا اما في لعبه من الالعاب الرياضيه اللي بتتلعب. الجزء اللي هدرسه على كده حاجه اسمها idioms تعبيرات. عندي verb break لما بيجي لي بعديه preposition او حرف جر. احنا عارفين ان break لوحده لو جالي verb بمعنى يتحطم او يتكسر، لو جالي noun بمعنى فصحى او روح. النهارده هدرس break plus preposition اللي هي بسميها phrasal verb الافعال المرتبه verb plus preposition. اول حاجه هدرسها عندي نمبر 1 بيقول لي we couldn't complete our journey because our car broke down on the way. احنا ما استطعناش تكمله الرحله بتاعتنا بسبب تعطل سيارتنا. عندي break down او هنا جالي في الباست جالي break down بمعنى لا تعطل او ممكن كمان تجيلي بمعنى يتحطم. نمبر 1 break down بمعنى يتعطل او يتحطم. نمبر 2 a thief broke in my flat and stole my money. اللص اقتحم شقتي وسرق كل النفوس. نمبر 2 عندي break لما يجيلي بعدها preposition in بمعنى يقتحم او اقتحم. break in ممكن تجيلي verb ممكن تجيلي noun بمعنى يقتحم او اقتحم. نمبر 3 the Egyptian revolution broke out on July 23 1952. الثورة المصرية بدأت في 23 يوليو 1952. عندي نمبر 3 break لما يجيلي بعدها حرف جر out بمعنى يبدأ. break out او هنا جيلي post broke out بمعنى بدأ. الثورة المصرية بدأت في 23 يوليو 1953. نمبر 4 the break up of Soviet Union gave a chance to the USA to control the world. هنا عندي break up بمعنى تفكك او تحطم. هنا بيقول لي ان تحطيم او تفكك الاتحاد السوفيتي اعطى الفرصه للولايات المتحده انها تتحكم في العالم. يبقى عندي نمبر 4 بريك لما تيجي بعدها بريبوزيشن اب بمعنى يتفكك او يتحطم. نمبر 5 he couldn't control his car because of he was driving at a breakneck speed. هو لم يستطع التحكم في سيارته لانه كان بيسوق بسرعه مميتة او سرعة خطيرة. يبقى عندي break neck speed كلها على بعض expression كله على بعضه معناه سرعة مميتة او سرعة خطيرة. الجزء الاخير عندي في درس النهاردة عندي grammar. اتكلم على مجموعة روابط تربط لي بين جملتين. number 1 بيقول لي my brother bought a new car and so did my sister. هنا عندي الرابط بتاعي في الجملة كلمة so معناها ولذلك. تربط لي بين جملتين زي ما احنا شايفين بيقول لي my brother bought a new car اخويا اشترى سيارة جديدة. and so ممكن اقول so بس ممكن اقول and so وكذلك did my sister.
كذلك فعلت اختي. عارف صوب تربط لي بين جملتين زي ما انا لسه قايله، الجملتين دول بيكونوا affirmative في الاسم. انا كده هنشوف تكوين الجمله. يكون عندي جمله اولى اللي هي my sister bought a new car او اي جمله هتكون عندي، بعد كده هربط الجمله بصوب، وهقول بعد الصوت هيكون عندي حاجه اسمها اوبريتور. اوبريتور هو لما اجي اقول هيلبنج فيرب او هيلبنج فيرب، بجيبه ازاي؟ بجيبه حسب زمن الجمله. يعني الجمله بتاعتي هنا باص سيمبل، يبقى هيلبنج فيرب بتاعي جديد لان ده الجمله بتاعتي باص سيمبل. اند ديد ماي سيستر، وبعد كده بيكون عندي السبجكت الفاعل. يعني انا الجمله بتاعتي سو هيكون عندي جمله افيرماتيف، جمله في الاثبات، وبعد كده سو اور اند سو ولذلك، وبعد كده بيكون عندي اوبريتور هيلبنج فيرب وبعدين سبجكت. ده شكل الجمله عندي في سو. الرابط التاني اللي معايا النهارده رابط بط. بط بمعنى لكن، بتربط لي بين جملتين، جمله بتكون افيرماتيف، جمله في الاثبات، والجمله الثانيه نيجاتيف في النفي. ماي براذر بوت ا نيو كار، اخويا اشترى سياره جديده. الجمله هنا افيرماتيف، جمله مثبته. بط ماي سيستر ديدنت، ولكن اختي لم تفعل. جالي في الرابط بتاعي بط، بتربط لي بين جملتين، الجمله الثانيه نيجاتيف، جمله منفيه. جالي بعد بط سبجكت الفعل، وبعد كده جالي اوبريتور او هيلبنج فيرب بس نيجاتيف منفي. يبقى انا بنفي، بجيب هيلبنج فيرب حسب زمن الجمله بتاعي زي ما قلت في الجزء الاول من الشرح. عندي هنا الجمله بتاعتي باست سيمبل، يبقى هجيب هيلبنج فيرب ديد. نمبر 3 ماي براذر didnt buy a new car but my sister did. هنا عندي برضو الرابط بتاعي بط. ايه الفرق بين الجمله دي والجمله نمبر 2؟ My sister, my brother didn't buy a new car. الجملة هنا نيجاتيف، جملة منفية. But ولكن my sister did، ولكن أختي فعلت. أنا جالي إن الشكل التاني من but ممكن يكون عندي جملة الأولانية هي نيجاتيف، وبعد كده بيكون عندي but، وبعد but بيكون عندي subject، وبعد كده helping verb بس بيكون affirmative، بيكون مثبت. Example number 4 my brother didn't buy a new car. neither or neither النطق بتاعها صح، neither or neither اي واحده من الاثنين. did my sister neither او neither الاثنين بمعنى ولا ده ولا ده. بتجيلي في الجمل النيجاتيف، الجمل المنفيه زي ما انا شايفه my brother didn't buy a new car. الجمله الاولى هنا عندي نفي فيها نقطه، بالجمله الثانيه مش منفيه بس انا عندي neither بتحللي محل النفي من غير ما احط في الجمله بتاعتي نقطه. My brother didn't buy a new car. أخويا ما اشتريش سيارة جديدة، ولا أختي فعلت. بعد neither بيكون عندي operator أو helping verb، وبعد كده بيكون عندي subject. زي ما اتفقنا helping verb بيجيلي حسب زمن الجملة بتاعي. آخر example معايا النهاردة My brother didn't buy a new car. nor did my sister. هنا عندي الرابط بتاعي nor. nor زي neither معناها ولا ده ولا ده. أخويا لم يشتري أو ما اشتريش سيارة جديدة، ولا أختي فعلت. الجملة بتاعتي هنا زي ما اتفقنا زيها زي نايذر، جملتين منفيتين، الجملة الأولى منفية صريحة بنوت، والجملة التانية ما بحطش فيها نوت لأن عندي نايذر أور نور الاتنين بيحللي محل النفي. يبقى أختي ما اشتريتش، أخويا ما اشتريش سيارة جديدة، ولا أختي فعلت. هنا عندي بعد نور جالي أوبريتور أو هيلبنج فيرب، وبعد كده جالي سبجكت. جرامر، شرح جرامر اللي أنا قلته. نمبر 1 لو عندي الرابط بتاعي سو، قلت سو معناها ولذلك، ممكن يكون عندي اند سو. الجمله الاولى بتكون بوزيتيف، جمله في الاثبات، وبعد كده سو، وعندي اوبريتور او هيلبنج فيرب، وبعد كده سبجكت. نمبر 2 لو عندي الرابط بتاعي بط، بط بمعنى ولكن، الجمله الاولى بتكون بوزيتيف، جمله في الاثبات، وبعد كده بيكون عندي سبجكت، وبعد كده نيجاتيف اوبريتور او هيلبنج فيرب بيكون بتاعي منفي. عندي بط ليها شكل تاني، ممكن الجمله الاولى بتكون نيجاتيف، الجمله منفيه، وبعد كده بيكون عندي بط، والجمله الثانيه بتكون بوزيتيف او في الاثبات، بيجي لي بعدها سبجكت اوبريتور او هيلبنج فيرب. نمبر 3 لو عندي الرابط بتاعي نايذر اور نور، الاثنين بمعنى ولا ده ولا ده، وبيكون عندي الجمله الاولى نيجاتيف منفيه، وبعد كده الجمله اللي بعدها بتكون تبتدي اوبريتور او هيلبنج فيرب، وبعد كده السبجكت بتاعي بيكون الجمله في النفي من غير ما احط فيها نوت. الجزء الأخير معانا في درس النهاردة اكسل يور سيلف، السؤال اللي حضرتك هتجاوبه بعد شرح وتوريه بكرة إن شاء الله للمستر أو الميس في الفصل. ري رايت نمبر 1 علي إز واتشينج تي في، هيز فريندز آر واتشينج تي في تو. هنا عايزني أستخدم
يقول لي يوز سو، عايزني استخدم الرابط سو، هربط الجملتين باستخدام سو زي ما فهمنا من الدرس. ثانك يو اند جود باي.